الساعة كام دلوقتي؟ مش عرفني ايه سيبك مالية الدنيا؟ يلا قوم هتفضل نايم موخم لحد امتى؟ ابوش بالله. ايوه راحت في داهية، ننوم شوية جدك يلخم. هو انا نساني ولا ايه يا اما هما شوف انت يا صاصماع. قوم يا اخويا اسم النبي حارسك وصايمك، قوم حفظ بالسبع بركات وسورة ياسين. قوم يا ابن الكلب يا كلب. قوم تعيش 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 قوم انت هتمرني لحد انت يا شيخ عرفتني. طيب يخرب بيتك، دي مش مرض دي مصيبة. طيب أعوذ بالله، زي اللي متجوز عسكري مش مرض دي مصيبة. انت لسه بتتمنى اهو المهدي شيل ده مننا. انت ما يرضيش ايه وصخة دي؟ ما تفتكر انت مش عارف تشتغل؟ لا ده قطع فيك اشتغل. ما هي مدام قطع ستة وخمسة. اسكت انت مش بتتكلم ابدا. يا فتاة يا عليل يا رزاع يا كريم، عود عليك يا رب. فين عثمان؟ وعثمان يا مدام شلل؟ لا النهارده في عيد، في غرامه نص ريال. كل سنه انت طيب، يبقى على السلم تاني. طيب بكره شو؟ يبقى خطف السلم سلم فريد يا سلم. لسه عمري ما خدمتش عند ناس بالشكل ده ابدا. حد يقول كده في الدنيا؟ ما هي بتاعي 4 ساعة في اليوم، ندفع غرامة 10 ساعة. بقالي هنا 3 أيام ما شفتش فيهم لا أبيض ولا أسود، ندفع كمان غرامة 20 قرش. بالشغلة دي في مصيبة. معلش طول بالك. طول بالي إيه؟ أمال أنا أعمل إيه؟ إيه؟ كان عندي نص بيت خدوه غرامات، وغير كده كنت تخينه زي البطه. لا حول الله. مسكين ده انت بعد شهر الله يرحمك تكون خلوص تقالف. عثمان نعم. امسك دي وديه في الفرن، سلم الفران استوي وايد. طيب فتعينا النهارده في عزومه في 12 ناس اكل هنا. 12 ناس ياكلوا دي؟ 12 ناس والخواجة ومرات الخواجة وام الخواجة. يخرب بيت الخواجة وجد الخواجة، اذا كان حطوه قدامي دي ما يكفينيش ابدا. امال وانا خسيت من شويه؟ لا والله ده انت معذوره، انت كان حقك بوت من زمان. لا حول الله. ان شاء الله راح اجي اكل ميته في امان الله. الله يرحمك. الحواجه وجد الحواجه. الست بتاعه
اداني الصينيه دي في لحم علشان نودي الفرن علشان عنده ازومه بتاعت نشرنا، وبعدين نزل انيه اصابه تحديات خطف اللحمه من الصينيه. طب احنا بلد هنعمل لك ايه؟ تعمل لي ايه؟ مش هنا محل الزبط والرب محل العنون؟ شيل يا راجل الوساخه بتاعتك دي، شيل دي وساخه ده بس بلاش كلام فارغ. فارغ ايه؟ نقول ايه للحواق؟ انا كلت اللحمه، انا حرامي؟ لازم جنابك يديني شهاده يثبت ان الحريات هو اللي كل اللحمه من السنين. ايه الجنان بتاعك ده؟ تعالى عسكري شيل الراجل ده طلعه بره. هو تشيل يلا هو اللي يجيب الحاجه. ايه ده؟ كده كويس كده كويس متابع معاك كده كويس كده كويس تعرف بيتك. حلو يا راجل انت لسه بتدور على ايه يا بلاوي؟ بلاوي ايه؟ استنى واحد اثنين ثلاثة أربعة لسه ما تستسايا يا ناس. شوف ما تستسايا دور. طيب انا لا فرد انا لا بيشتكيكم من الكراكول التاني. اخلص قوة الكاتب قوة الشوف انت كمان. طيب انا مروح. ايه يا مينا؟ فين عثمان؟ عثمان يا ستي لسه ما جاش. ازاي مش هيجي؟ ايه ترى ترى الرأي بقى نخش ازاي والست واقفه المطبخ زي الجنيه تمام؟ اخ يا نار لما كانت الهدوم بتاع جوه كنت رميت الصينيه ونط من وشهم في 60 داية. فكر طول بال. يخرب بيت ابوكم